عشاق النحل ومحب العسل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيثما كنتم. اليوم وعلى بركة الله وفي هذه الأيام بالذات أوائل الخريف، بعد أن أكدنا في فيديوهات سابقة على أولوية التغذية السكرية للنحل حتى يخزن المؤونة، اليوم نطرح أمامكم بديل من بدائل حبوب اللقاح، البديل الذي نحبذه الحقيقة. أي نعم، أفضل شيء هو حبوب اللقاح، ونظرا لعدم تواجدها أو الخوف من شرائها مغشوشة ومن مصادر غير موثوق بها، نتخذ بعض البدائل لحبوب اللقاح، وذلك لحث الملكة وتحفيزها على وضع البيض، لتقوية طوائف النحل وبعث الحياة لخروج جيل جديد من النحل صغير في السن قادر على اجتياز مرحلة الشتاء والمقاومة. وهذا البديل الذي تشاهدونه أمامكم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تقريبا هو من أفضل البدائل، ألا وهو فول الصويا. فول الصويا هكذا اسمه، الصويا أو ما يسمى أيضا بالصوجة، نحن في بلادنا في تونس نسميه الصوجة، وهو غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن وغيرها. حقيقة إخوتي الكرام، فول الصويا صراحة هو من بين أفضل مصادر البروتين النباتي، ولذلك سيساعد كثيرا على تنشيط النحل وتحفيز الملكة على وضع البيض في غياب المرعى وشح في حبوب اللقاح، ويقدم بودرة في المنحل كتغذية خارجية. سألني أحد المتابعين في الفيديو السابق عن تقديم التغذية البودرة هذه، هل بالماء أو لا؟ يا أخي، لا تقدم التغذية البودرة يعني الغبار في المنحل بالماء، إذا قدمنا فيها الماء فهي فسدت، هذه بالماء هذه والخليط والعجين، هذه تغذية داخلية، أما التي أمامكم هي تغذية خارجية تقدم غبار للنحل. نمر إخوتي الكرام، يجب أن يكون الصويا منزوع أو خال من المواد الدسمة لأنها ضارة بالنحل، وفي عديد الفيديوهات السابقة نسأل دائما عن كلمة دسم. ما معنى مواد دسمة؟ هي كثيرة الزيوت والدهون، ويجب أن تنزع الزيوت والدهون من الصويا وبعد ذلك يقدم للنحل. يعني أنكم لا تشترون حبوب الصويا أو ما يسمى بالصوجة، بل تشترون القصب المعد للعلف للحيوانات بعد أن تم تكرير الصويا في المعامل والمصانع وأخرجوا منها الزيوت مرة واثنين، وما تبقى من أشلاء وقصب تباع في شكل علف للحيوانات. هذا هو فول الصويا المنزوع الدسم. نتمنى أن المعلومة وصلت، كان الله في عونكم، إلى اللقاء.